فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة كبيرة في السن تقول إن لديها مصحف كبير تضعه على حامل أمامها، فهل يجوز لها أن تفتحه وتقرأ منه للسور الطويلة أثناء الصلاة علما بأن يديها تكون على الصدر؟ صلاة النافلة لا بأس، صلاة الليل صلاة النافلة لا بأس تقرأ من المصحف، أما صلاة الفريضة لا تقرأ من المصحف، وإنما تقرأ من السور القصار التي تحفظها، حتى لو اقتصرت على الفاتحة أجزأ هذا لأنها هي الركن، فالمطلوب في الفريضة من القرآن يسير، أما اللي بيصلي بالليل وبيقرأ قرآن كثير فلا مانع أنه يقرأ من المصحف سواء يحمله بيده أو بحامل أمامه. نعم.